تعلم واستفد من دروس الجيتار مع يوز فلاي. ادعمني باللايك وهي بنا للتعلم. يا عمري عرفت ليش مشيت حبس الدمع في عيني، شحال من وعد انا ما وفيت، قريت لو كان بيدي. يا عمري لا ما تمشيش، فكر تسمح فيا، واخا الدنيا عدنا ما تجيش، انت عندي هو الدنيا. اليوم غنعلمكم هاد الاغنية هادي بالنسبة للناس اللي بغاوها على السريع. غادي تسد، انت ما غاديش كابوطونز، ما ديرش كابوطونز نهائيا. واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، وغادي تسد الخامس، وغادي تشد هذا الرابع، وهذا تشد به الثاني، وهذا اللي بقى بيناتهم هذا الثالث كتشد هنا. وهنا كتقول يا عمر عرفت علاش مشيت حابس الدمع في عينيا، يعني كتكحاز من الخامس للرابع وكتشد بحال اللي بيشد سي، يعني الثاني الرابع الثالث. نورمالمون هذا الثالث هذا ما تشدوش باشتراك، يعني كتسد هذا وهنا كتشد الثاني والرابع، كتكون هنا كتقول يا عمري عرفت علاش مشيت حبس الدمع في عينيا. هاد الشي كامله كتقول شحال من واد انا ما وفيت، تجي الثاني طفقنا. يا ريت لو كان بيديا، هنا تتشد هذا الثالث وهذا الرابع وهذا الثاني، فهمتي؟ يا عمري عرفت علاش مشيت حبس الدمع في عينيا، شحال من واد انا ما وفيت، يا ريت لو كان بيديا. الى بيتي تفرابي يعني بتلعب بتهضر، بتقول يا عمري عرفت علاش مشيت، تل مشيت عاد بعد بتضرب. يا عمري عرفت علاش مشيت حبس الدمع في عينيا، شحال من واد انا ما وفيت، يا ريت لو كان بيديا. يعني كل نوطة كندير فيها الفراب على جوج المرات، يعني هاديك هاكا هادي جوج المرات، هذا هو الفرب، هذا هو الطون واحد اللي يبدا العاسك تاع هبطا، هذا هو الطون واحد. عاود عاد قلب يا عمري ما تمشيش كنت تسمح فيا، عشان نقول لكم تفرجوا في الفيديوهات ديال لاربيج ديال الفرابات، يعني لاربيج ديال الفراب العادي غتنفعك. بحال دابا هاد التيسك هذا عادي، ممكن مثلا تكون غادي تفرابي بحال هكا، واحد شويه تجي شي دخله اللي خاص الصوت كيتسمع فيها احسن، يعني اكثر من الفراب، يعني تكون غادي هكا مقصر بحال هكا شي دخله، ودخل هاي اربيج باش تجي واعره، يعني فوسط الاربي فوسط الفراب بيدخل الاربي. جنانا يا متعلاش مشيت حبس الدمع في عينيا، الواد انا ما وفيت، يا ريت لو كان بيديا. لا 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 هادشي اللي كاين بالنسبة لهاتيسك هذا. الناس اللي طلبوني عليه في الانستغرام راه كيتلعب. تحياتي لكم، بيس الله.